جربوع نقص اشتقت لك يا سيد لك وانا اشتقت لك يا معلمي يا معلمي وينك لك محمود؟ صرت مغير راس مرتين وينك لهلا؟ طول بالك علي شوي ابو منفصل الله يخليك اياك. حقيقة كنت عم بيع عفش بيتي. لا تقولها يا زلمة، بعت عفش البيت. ما ضل معي مصاري مشان طلعت مأمون. لذلك اضطريت بيع عفش بيتي كله. حقيقة أنا ما كنت عم كذب عليك. وقت اللي قلت لك حتى لو اضطريت بيع عفشي وتياري لحتى أمن لك المبلغ. وهي المبلغ أمنت لك اياه. مثل ما هي. أنا بالنسبة إلي بعيش على فرشة صغيرة ما كتير فارقة معي. أبو معتصم أنا عم بفدي ابني من حرمالي واللي إله معي شيء يجي ياخذه.